السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله إبراهيم مع فيديو جديد. اسم اللعبة OHIBE Award Motor World New Search. زين، هو سيارة جديدة. أبنى ثمانية سندر. لحظة، ما أظنكم تعرفون أي شيء عن اللعبة. الحين مرة واحدة نقص على اللعبة. لعبة أنكم تسوون سيارات وسوالف، تسوون سيارات وسوالف، وتبنون مباني عشان تحصلون فلوس. عندي 50 فلوس عليهم. طبعا كانت تسوي سيارة سبورت، وايد سبورت، وايد 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 سبورت. كل شهر تقريبا اخبار، والاخبار تتكلم عن سيارات وسوالف، مو باخبار سيارات بس، تتكلم عن موسم شو الحين، انه مثلا موسم الاس يو في. اوكي زغينا حرامي. اس يو في الحين اللي أعرفه من اللعبة إنه أحسن شيء. بعد بنبدأ نسوي البودي من ألومنيوم. طبعا كل ما كان سيارة أغلى كنت تشتغل عليه أكثر، وعد تحصل منها فلوس اكثر. وهم يبنون، خلنا نسوي شيء. شوف شوف، ما في زومبيز، في زومبيز، ما في صوت الزومبيز، كانوا موجودين عايزين. اللي يقدر يعرف اي سياراتين اللي نحن قاعد نسويها الحين يكتبها في الكومنت. الحين الحين الجواب جدا بقول فاكره 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 سيارتين، هاي سيارة وهاي سيارة. كمل 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 كمل. بعد ركب الجزوز الحين. والله بعدكم ما عرفتوا. مو باسم سيارة في اللعبة بس. سيارة في العالم الحقيقي. لا شو؟ أكل مرة يخطفني ما أعرف شو صار. زومبي زومبي زومبي. أوكي ما في حد. أوكي. السيارة هذه اللي هي جي 63، وهاي السيارة وهاي السيارة وهاي السيارة AMG GTS GT3. معلومات معلومات.
لعبة بسيطة وحلوة يعني، تقدر تطالع كل شيء وانت بروحك يعني من المحلات اللي عندك، تقدر يعني تسوي ريسيرش وتشوف سيارات وسوالف، يعني أي سيارة أنت تبغى تسوي مع 8 سلندر مع 6 سلندر، 4 و6 سلندر مع توربو يكونوا موجودين أول شيء، لغدي 4 و6 سلندر موجودين من وكالة، بعدين تخلي أوكي الحين بيعطونا السيفتي كل شيء نزل، بس الحمد لله كلهم طالعين، ولا حد قال لا ما بشتري سيارة. في حرامي خط صورة والحين بيقولون اوه سيارتك الجديدة ها؟ انت سير اشتغل معاهم بعد رصاصي او اسود سلمن من اول شي بس 2 يقدروا يشتغلوا على سيارة واحدة، بس انا خليت 4 اشتري اغراض يسوون ريسيرش من محلات براويكم بعد شوي. زين والحين تخلي بخلي اي بي اس افهم ما عندي فلوس اوكي يعني في شرطة يجون يقولون في حد هني اذا حصلتهم نعطيك دونت وي ما حصلته بالغلط وي اوكي خلنا هذا فل اوبشنز نختار اوكي فهي سيارة ب 21,000 تصدق شي سعرها انا كنت بقدر اشتريها يمكن لا والحين انا بنسوي بعد SUV جي 63 بس اول شي لازم سيارة لازم نبيع سيارة اول شي بعدين نبيع جي 63 وي كل حد يعني هي يعطيني درهم انا اقول درهم في شيء بعد جديد؟ لا ما في شيء هناك صني روستا وي اوكي اوفر اوف اوكي كود اوكي ما بخبركم كودي خلنا ندخل اونلاين ايه الحين نشوف
نقدر ندخل ريس هنا. انت ما في عندنا شيء جديد. نسان هذا اوكي. طبعا كتبت نيسان. اوكي اوكي باقي يوم واحد على الجراند بري. إذا مش إنه نبي نبيع سيارات، أنا بس 500 الحين. شو نسوي؟ أوه ليفل أب. حق. وين هذا مش حق ليفل؟ ليفل أب ليفل. ليفل اب. اوه هياكل اثنين تشيو دوناتس. كل حد استقبل. على الاقل هاستوى احسن. هل يقدر اقوله؟ اوكي براويكم من وين شو اسمه اصلا يعني تخلي اربعه شو اسمه يدخلون على سياره واحده. هني انا سويت اربعه. ها هني حق الفاكتوري مالك او الشركه مالتك ان تسوي ليفل اب ليفل اب يستي احسن كل شيء يستي اسرع وايدين يقدرون هذا يستي على الشوب. وهني حق السيارات يعني الحين انا سويت هاي الشركة اللي انا مسوينها اول شركة سوت 8 سلندر واول شركة استخدمت الومنيوم فريم يخلي السيارة اسرع سبورت اكثر. وبعد الحين قاعد يتعلمون كيف يسوون الماكينة أصغر حسب وزنها يكون أقل. وبعد تقدر تدخل في الرالي. تقدر نطلعون هناك شو اسمه علامة شركتي. كل شوية حصل فلوس. بعد دقيقة هني وبعد دقيقة هني. وأتمنى أن أعجبكم الفيديو. مع السلامة. سو لايك سبسكرايب فيفورت كل شيء. مع السلامة. Peace.